شو الخوت هاد فيديو جديد بغيت نهضر على هاد دي بي ديسبلاي بورت كيبل هاد الكابلي هذا اللي داير بحال اتش دي ام اي ولكن ماشي اتش دي ام اي هاد الكابلي هذا باش خديت هاد المونيتور ازيس بريداتور زد 35 مبغاش يخدم ليا الهرتز كيبقى 60 مكيبغيش يطلع في الاتش دي ام اي الا بغيتي عندك ايكرون كتسيبورت اكثر من 60 هرتز وبغيتي تطلع دير ديسبلاي كيبل طلعت لي حتى 200 هرتز بيكوز ليكرون ديالي كتسيبورت 200 لونغلي اف يو هاف ا بروبلم وذ يور سكرين اور مونيتور اند ذا ريفرش ريت ستوك ات 60 هرتز اف يو تشينج يور كيبل تو دي بي كيبل تو ديسبلاي بورت كيبل It gonna go above 60 hertz, 120, 144, 160, 180, 200, 244, whatever the number gonna be. But you need to get a cable 1.4 display port cable. This cable right here is 1.4. It's not 1.2. 1.4 display port cable. هذا 1.4 ماشي 1.2 يعني جوج ديال الانواع 1.2 1.4 الا بغيتي ريفرش ريت ديالك تطلع بزاف خد هذا كابلي واعر مزيان طلع عليا حتى 200 ويقدر يطلع حتى 244 يلا سلام الثمن راه غنخلي لكم في يوتيوب رخيص ما غاليش بزاف الى عجبكم الفيديو ديروا سبسكرايب ولايك الفيديو الدراري